سادغورو أحد أبرز الفلاسفة والمؤثرين الروحيين في الهند والعالم. يجوب هذه الأيام العالم قاطعاً نحو 30 ألف كيلومتر على دراجته النارية وهي في طريقها إلى السعودية والإمارات، حيث يبحث عن دعم لحملته التي تهدف لحث العالم على الحفاظ على التربة وإنقاذها. فالتربة هي كل شيء بالنسبة له ومصدر كل شيء حي على الأرض. هذا المصدر الذي يتدهور بشكل كبير، حيث يتوقع سادغورو أن تصبح التربة غير صالحة للاستخدام في غضون عقود قليلة لتصبح الأرض من دون حياة. التقينا في باريس، المزيد مع ليث بزاري. كثيرون من جابوا العالم على متن دراجاتهم لنشر أفكارهم لدى سكان المعمورة، وهذه المدينة باريس كانت وما زالت مقصد الكثيرين من دعاة الحفاظ على البيئة ووقف الحروب والنزاعات بين شعوب العالم. اليوم يصل إليها أحد أشهر مراجع اليوغا والقادة الروحيين في الهند، سادغورو، لتشجيع العالم للسير على خطاه. فما هي أفكاره وما الذي يمكن أن يجذب الناس إليها؟ فلنشاهد. جاكي فاسوديف هو مدرب هندي وصوفي وفاعل خير ومؤلف، وهو وراء مؤسسة إيشا، وهي منظمة غير ربحية تقدم برامج اليوغا في جميع أنحاء العالم وتشارك في مختلف أنشطة التنمية الاجتماعية والمجتمع المحلي، والتي أسفرت عن حصول المؤسسة على مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. In the last two years I've been talking to various governments, agricultural ministries, scientists, UN agencies. Everybody knows how dire the problem is. Everybody knows the problem, everybody knows the solution. They've been waiting for one idiot to come and bell the cat. So here I am. في 23 من سبتمبر عام 1982 وفي سن 25 ارتحل سادغورو إلى شاموندي هيل، حيث كانت تجربته الروحية الأولى في عام 1983، وأدار أول حصة يوغا له مع 7 مشاركين. ومع مرور الوقت بدأ بإجراء دروس اليوغا في ولاية كرناتاكا وحيدر أباد في الهند، وسافر من منطقة لأخرى على متن دراجته النارية، وكان يعيش من عائدات شركته الخاصة بمزارع الدواجن. If there is no soil, there shall be no soul either, because we exist and survive because of soil. So we can talk about things which are not in one's experience, that is not the important thing. The important thing is to understand that soil is a unifying factor. Whatever our nationality, race, religion, caste, creed, gender, whatever we may be, we all come from the same soil, live off the same soil, and when we die, we go back to the same soil. La 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 la. أثناء جولته الأوروبية ودائماً على متن دراجته، وصل سادغورو إلى العاصمة الفرنسية ليلتقي معجبي أفكاره في إحدى الصالات الباريسية الشهيرة، وإذا باستقبال غنائي ورقص وموسيقى لأغنيته الشهيرة Save the Soil، بحضور دبلوماسيين ومشاهير الفن والرياضة والكثير من المتطوعين. As humanity today, we need a common factor, we need a common denominator, because right now we have found so many ways to find distinctions and differences and divides between us. Soil is one unifying force. Let us use Save Soil not just as an ecological movement, but also to bring humanity together. Everybody says, Sadhguru, what you're saying is wonderful, and go to sleep. So I'm trying to wake them up. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen. لحظات وإذا بالجورو كما يسميه بعض معجبيه على خشبة المسرح، تصفيق بالآلاف.
ومقاعد مسرح ممتلئة قبل أن يبدأ بمداعبة الحضور وبعث أفكاره البيئية بطريقة تحاكي جمهور أوروبي. فتارة يأخذ الباجيت الفرنسي لوصف طرق الزراعة المحلية التقليدية، وتارة يحاول التكلم باللغته الفرنسية. ويبقى هاج السنغورو تطبيق أفكاره الخاصة بالحفاظ على كوكبنا وتربته التي خسرت بنسبة 52% بسبب الامتداد العمراني والحداثة، والأهم ارتفاع عدد سكان الكرة الأرضية الذي وصل إلى 7.87 مليار نسمة عام 2021. ليث بزاري، باريس.